رضا شغل نقول رضا عزيز ولكن هذا الخبر اللي داك صدمه بالنسبه لينا حنا ماشي لينا الجيران العائله كلشي كلشي كي عزيز عليهم رضا مرضي ديسيبليني الابتسامه تحكم الجميع تقشعر ليل نهار صباح كاينش كيخرج من الدار دار الخدمه لافاك هادشي اللي عنده والرياضه صافي هادشي اللي عنده كاين شي حاجه اخرى تسوق بلا هذا منها كاين 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 بان فلان راه رضا مات من بعد كنصونوا على بابا ما عرفش التليفون قطع واحد الساعه عيطوا لنا قلنا حنا جايين جا بابا وهو قال لك راه في السبيطار كما تلقى قال لك طاح في التيران كان كلاعب ماتش طاح في التيران ودايرين به تما من بعد ما عرفت انا ما حضرش معاهم ما عرفتش شنو وقع